سكونك سكون، لعل ضوضاء ضميري في غطاك تهدى، تقول في داخلي منشدي جر الحون، زود على قوة الإيقاع قوة لدى، ولا رهجت مجلس فيه الدحام المتون، وجي خير يبون الصلح بين العدا، لي حروة أسبوع تجهدني كبار الظنون، من عقب ما صابر على الطيب حمة ردى، عن زلتك يا رفيجي كيف أغض العيون، وأنت مضوي وحتى انكبر ظل على الهدى. أزريت أميزك اللي كل يوم بلون مرة بطرق طويلة مرتن بلحته. وكانت قصيدة حلوة، قال نهايتها مش يقول متقلب الراي يشبه حالة الميكروفون، مع كل شاعر يغني به يجي له الصدى. وأقوم قلت يا ولد عطني قصيدة وشيلها. رحت الرياض وشلتها. وسمعها إياه يوم جاني رابطها. قال زينة. قلت شو رأيك يا ولد؟ قال زينة. قلت فيها تعديل؟ قال ما ادري والله، انت منشد وبخصك انها انا اشوف انها زينه ما فيها شيء. ويسمعها واحد من العيال قال ولد، قلت ها، قال انت عندك قدره؟ قلت في وش؟ قال تسوي حفل؟ قلت حفل على وش؟ قال تدشين. دشنها وافكر وانا والله انها زينه، أنا أول مرة أسوي حفل، ما قد دخلت التجربة دي، أسوي حفل تدشين عشان شيلة؟ لا العمل مكلفني يمكن تقريبا 2000 ريال. قلت له الحين الحفل كم بيكون؟ المهم أستأجر لي منتجة. وأكلم هاك الرجال، قال أبشر بالمسرح ستيج. ويجيب مسرح. ويوم أخذت ولا هذا سعد الغرمون يكلمني قال الصوتيات والتصوير عندي. قلت بيض الله وجهك. واقوم الحين ادور لي عشاء. وش احط يا ولد؟ بغيت احط بوفيه، هم قالوا لي الرجيل يا ولد الرجيل بيجونك، ما هم جالسين على بوفيه دجاج ومشويات. اما اذبح مثل الرجيل ولا؟ قلت يا رجيل هناك لايف هنا. قال عوض علي الطلاق لو تسوي حفلك بدون عشاء ترضخ. فاقوم اجيب لي ذبايح. المهم اكلم لي اسر منتجه ونهيلم عليهم وقالوا تم ويضبطوننا بعشاء. جابوا عشاء سوينا لهم اعلان. المهم جت هيلم وقدمه بدر حسين. يعني انا قدم ايش؟ قدم حفلي نصه. دير حسين براسه. الله نعم نص. مالك القناة هذه أخو مالك القناة. فجيب طال عمرك ضيف. أنا كلمت لي مقدم. إيه مقدم يا ولد كان ما شاء الله تركي محمد يا ولد يرتب المفردات وذا، ورتبت لي مع شعار يجون يقصدون قبله. يا ما أخذت يدق علي العصر المقدم قال أنا والله ما أقدر أعتذر منك ومشغول الليل. والله اني حاولت اجل شغلي حاولت ما قدرت. شغلي ذا ما ادري شلون جاني. يا ولد قلت الى المغرب يصير خير، انا من شغل ماني بيمه. قلت الى المغرب يصير خير، ضبط امورك. قال لي الى المغرب انا برد لك او على العشاء، بس ترى الى الان ما اقدر اجيك. يا ولد قال والله ما اقدر. يدق علي العشاء قال والله ما اقدر يا ابو عبد الرحمن المعذره. ولا هذا الحسين داخل. ولا هذا نايف القويفل داخل. واجي متوهق ما ادري من يقدم الحفل. يجيني اللي ماسك فريق دامي ولد عم بندر حجاج. قال لي ولد الرجال ذا راعي الواقع؟ قلت ايه. قال خله هو يقدمه. قلت يا ولد. قال خله يقدمه. كلمه قل له اعطي الميكروفون قل قدم الحفل. ولا ندري والله وش قال. كاد يجي. قال انا ضيف. قلت يا رجال سامي ابو عبد العزيز روح ودش. يعني الحين اسوي حفل في الديره يجيب لي سعد الغرمول ذي. شوف سعد الغرمول تدري ليه؟ لاني انا ما اشوف انها جميل، بس انه هو تدري شافها انها جميل دق علي وانا ما اعرفه. ابي يجيب لي ذي منبه كلب. هو جاب لي تصويره، هو جاب التصوير والصوتيات. والله ما
ما دريت طال عمرك الا العصر يوم جوني ثلاث عمال معهم شلاطهم ومعهم انتم لو انتم قالوا احنا تبع ابو ناصر. ابو ناصر من؟ قال سعد القبي. قلت نعم. قلت ايش عندكم؟ قالوا تصوير وصوتيات. وقم ادق عليه قلت ابو ناصر هذا وشو؟ قال هذول مصورين خلهم يصورون عندك. ومن العصر هم موجودين يرتبون كاميراتهم وذا. قلت بيض الله وجهك. سعد انا ما اشوف انه بس انه كلمني قبل اعرفه ما اعرفه انا يمكن اعرفه باسم كذا من بعيد سعد الغرمود قد مر علي الاسم ذا بس ما ادري وش هو. دق علي رجال السلام عليكم السلام شلونك يا نواف؟ كنت توني شايل انا والجهراني وفي مزاينات وذا وقاعد اشيل 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 ويكلمني. قال لي معك فلان بن فلان البقمي وانا كلمني هاك الرجال يبيك تشيل له شيله. والرجال عنده استديوهات وذا من الكلام ذا يعني تبادل مصالح. قلت انا ابشر على خشمي. شلت لهم الشيله وارسلت لهم رابطها. انا معه. وعقبه يدق علي انت يا سعد. قال بيض الله وجهك وعلمك وصلني وعسى راسك يبطي ودري لك اخو اسمه سعد الرحماني. قلت نعم. قال الله الله ومتى ما بغيتني ابشر بسعدك. قلت الله يطول عمرك. ومن عقبها كل ما ذا الرجال قدام عيني. زينه. والظاهر ان السنه كيف الحفل ذاك اليوم؟ ترتيبات. كيف اصداء الحفل؟ اصداء الحفل زينه. كله علشان ذا الشيء ذا؟ عشان ذا انا والله ما جاء في بالي يا رجال اسوي حفل. دخلوها في بالي العيال اللي عندي يا ولد سوي حفل سوي حفل سوي حفل. قلت يا رجال قالوا سوي حفل. قلت يا رجال شيلت عاديه. قال ولد هيلم هي وشي. حفل تجيين؟ ايه تذكره انت هي شفته في سناب. اصداء وصلت للي ما حضروه. يعني في ناس واجد قابلتهم مشاهير ذا دروا باصداء الحفل ذا لو انهم ما حضروا. سويت دعوات واجد وجاء اللي جاء واعتذر اللي اعتذر. اللي انشغل اللي وقتها بعد كانت اجواء ماش كانت عواصف وكانت يعني يصور لي رجل من الشرقيه من الديار ذي يقول يا ولد يصور لي راشد حماد الله يذكره بالخير راعي الصحراء صور لي قال عالي جايك من الدمام والله اني ماسك الخط شوف كيف الخط ما يعذرني ممكن الطريق اللي قدامي الطريق كله سكر السافي لعب بلعب. وعقبها انتهى الحفل وصارت اصداء الحفل. انا عقب الحفل بيومين مشيت جورجيا وعقبها وتجي لها اصداء وتجي له ذا حفله حفل حفل سوى عقبها قلت والله انا زين الحفلات دي زينه بس وقتها كان امطار وكان يا رجال انا ذليت على المسرح يطيح والله اني ذليت على الشاشه قلت الحين لو تطيح ولا يجيها شيء قسم بالله اتهشى بالري شاشه ما ادري كم قيمه هذا شيء منزل ربي سبحانه لا يعذرون صح؟ هم انا شوف راعي الشاشه لو راحت 600 مليون قطعه ما بس انت يا ولد شينه الرجال تجمل وفي الاخير طاحت عندك في الحفل ما ودها تطيح عندك ودها تطيح عند الباب بس ما تطيح بس هي طاحت مني وطاحت من ربي انا داري لما طاحت مني مو بدل اقصد انها طاحت عنده بس انا ما ودي انها تطيح في حفلي خلها طال عمرك شفت لا فككوها وطاحت برا بصرف بس تطيح عندي ثم اتفشى يقول وديتها له وطاحت عنده ولا طاحت بحفل نواف شينا اخسره متجمل وانكسرت شاشته بعض الامطار يا رب يجيب الغيث يا رب العالمين بعض الامطار والله اني قايل لهم اربطوها ان لازين الشاشه احنا ورانا مسبح والمسبح ذا له سياج والشاشه من ورا كان فيها عمدان زي كذا والله اني قايل لهم قلت اربطوها لا تطيح اربطها في الحدايد ذي احتمال تطيح يا ولد هوا اقسم بالله الهوا يقول كذا يلعبها قال لا ما عليك قلت اكيد على مسؤوليتك قال مره يقول العامل ما تطيح ما في شيء ما تطيح ترى انه خبطت راحت هشيم الله يعيننا لكن وانشد عن قيمتها يعطيني قيمه ما ادري هي الصدق ولا كذا كم؟ قلت يا ولد كم؟ والحين سارين والله صدق يعني بقيمته قويه على انها مو كبيره يمكن كبرى
الخضار ذا كله. بس انها كم اعطاك؟ 10 10 حدود ال 30 خليها. اذا انا ولو انهم ذهبت من راس هاي لا ها ولو انهم ذهبت من فوق الى تحت يا ذهب ما تجي. لا هذه شاشات اتش دي شاشات يا ولد. انا صورتي والله اني تغربت نفسي يوم طلعت عليها. ول قولي انا مخلفي ما عرفت نفسك. وعايقت والله هذا لا ول ول علي العواصف. في عاصفه ما ادري من المك... اكيد كلكم تذكرونها العواصف العاصفه.